بنجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية وبنرحب بواحد من نجوم الكره المصريه وكابتن النادي الاسماعيلي كابتن حسني عبد ربه. كابتن حسني منور الدنيا حبيبي ابراهيم، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ان شاء الله تمام. موسم سعيد علينا كلنا ان شاء الله يا رب. ببارك لك على البرنامج ودايما متالق كده وانا ببقى سعيد معاك، الحوار بيبقى هادي ولطيف. يا رب احفظك. اتمنى يفضل لطيف للنهايه. يفضل لطيف ان شاء الله. رايك ايه في ماتش منتخب مصر النهارده وتجربه اثيوبيا مع روي فيتوريا؟ بصوا انا بتفرج على الماتش حسيت اللي هو ماتش رسمي لكن بطبع ودي. كان واخد الطبع الودي اكتر يعني منه رسمي، لان خلاص بشكل كبير الحمد لله منتخب مصر خلاص وصل لبطوله افريقيا بشكل كويس جدا الفتره الاخيره مع مستر روي فيتوريا. فاعتقد الماتش النهارده كان تجارب لبعض من اللعيبه، راحت بعض من اللعيبه زي صلاح، تريزيجيه نتمنى له الشفاء الحمد لله رجع بالسلامه، واحد زي زيزو عمل موسم ولا اروع، فكل دي ايجابيات. في نفس الوقت ان انت بتجرب ناس برضو بتشوفها في مراكز مختلفة النهاردة، بتجرب ثلاثة في نص الملعب. كان أنا مختلف شوية في حتة ثلاثة في نص الملعب ديت، لكن هو أكيد المدرب له رؤية معينة بيشوف بيجرب. ما نقدرش نقول عليه النهاردة اللي أنت المفروض تلعب كده أو كده، لأنه زي ما احنا كنا بنتكلم بره الكواليس الوقت ضيق جدا، بطوله افريقيا قربت، لازم يجرب طريقه واثنين وثلاثه، ولازم يجرب لعيبه واثنين وثلاثه علشان في الاخر هو عايز يستفاد بالوقت القليل اللي اللعيبه بتبقى فيه، لان انت داخل على معمعه زي ما بيقولوا بلغه الكوره. الفتره اللي جايه انديه منتخب في توقفات كتير، فالمنتخب الفتره ديت انا شايف اللي هو عامل شغل كويس جدا جدا الفتره اللي فاتت، تحس اللي هو رجع الى حد ما شخصيه المنتخب. صح. وللامانه هو مدرب انا شايف ليه شخصيه، اللعيبه بتحبه، تحس ان في روح حلوه، الجهاز الفني قعدت الجهاز الفني بره بتدل ان في احترام للمدرب. الطريقه الاخيره اللي اتحل بيها المشكله لعيبه الاهلي هتسافر او مش هتسافر، ازاي ان احنا ما حسيناش بصداع كتير زي ما كنا بنحس زمان وحاجات زي كده، قدر اللي هو بعقل ان يلم الدنيا حواليه، قدر اللي هو ازاي النهارده بيستفاد بلعيبه الاهلي وبعد كده يروحوا، لان الفتره اللي جايه كمان نتمنى طبعا فوز النادي الاهلي ببطوله السوبر، لان ماتش مهم جدا طبعا. النادي الاهلي الفتره الاخيره مش الفتره الاخيره بس، يعني على مدار السنين ومدار الاعوام كلها النادي الاهلي مشرف مصر على المحافل الدوليه، نتمنى له الفوز طبعا ببطوله كبيره بطوله السوبر، ويستمر ان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله الجمعه الجايه. وكل التوفيق للعيبه النهارده لعبت برجوله، ممكن كنتش تحس ان في لعيبه خايفه 100% قدوا عليهم النهارده. صحيح. انما في الاول وفي الاخر المنتخب بشكل كبير انا شايف بيستعد بشكل كويس، كمان بقى اضيف لده لما يخش بقى محمد صلاح ان شاء الله وتريزيجيه وزيزو مع التشكيله اللي موجوده. ابراهيم عادل لعيب كبير ابراهيم، انا يمكن طبعا السنين اللي فاتت سنتين، بقاله سنتين انا شايف ان هو خليفه عبد الله السعيد.